السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بآخر تحديثات النماذج العالمية التي صدرت قبل قليل، سوف نقدم لكم المدن المعنية بالأمطار الخير والأمطار العاصفة القادمة إلى المملكة، وسوف نقدم لكم المدن المعنية بالتفصيل إن شاء الله لآخر تحديثات النماذج العالمية. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك، بغيت ربي يساعدكم خوتي. وبالنسبة التوقعات إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة 30 من هذا الشهر شتنبر دخول أمطار واضطرابات قوية على المملكة وأمطار عاصفية وقوية على عدة مدن، أمطار حاضرة على وجدة، بركان والنظور والدري وشرح حسيمة وأكنول والتاوريت وقرسيف وتازة وإيساقن وتاونات وشفشاون وتطوان وأصيلة والعرائش للميمونة سدي على التازي تالا فاس مكناس الخميسات الرباط وسيدي سليمان، أمطار حاضرة على الرماني و إفران والماس دار بيضاء الجديدة المحمدية ولاد فرج برشيط سطات القارة خريبقة والوالدية سيدي بنور، سوف تشهد أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله، وسوف تستمر كذلك لتدخل إلى أمطار الوسطى بحول الله مع احتمال تساقطات أمطار على ميدلت وتبانت وخنيفرة زوج شيخ واتزم خريبقة البروج بن ملاق على السراغ سيدي بوعتنبان بن قرير أسفي سيدي سليمان سيدي بنور، أمطار حاضرة إن شاء الله لوطة الحاج وميسور سكورم تاز وكذلك معجركة بإذن الله وعاطف وجالة وفاس مكناس وتازة وتاوريت وسكة وأكنول وجرادة، أمطار حاضرة على وجدة بإذن الله، سوف تستمر التساقطات المطرية المعتبرة كذلك على بوجدور والعيون، سوف تشهد تساقطات أمطار معتبرة إن شاء الله. يتوقع في فترة الليلية استمرار هذه الأمطار واتجاهها إلى الجنوب الشرقي للمملكة، أمطار حاضرة على الرشيدية وتشنغير ومرزوقة بإذن الله وتبانت وميدلت وبعرفة، أمطار حاضرة على الزقورة ومراكش مرتفعات الأطلس، سوف تشهد تساقطات معتبرة إن شاء الله.